برضه مختم لازم اروح لممثل النادي الاهلي في هذه القرعه، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. يا باشمهندس خالد، مساء الفل عليك. اعتقد يوم من اجمل ايام حياتك وانت تشاهد تكريم النادي الاهلي امام العالم اجمع، والاهلي وسط هذه الكوكبه الرائعه من اعظم انديه العالم. مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الخير لكل الاهلاويه الجمال ومشاهدينك الكرام. هقول ايه يعني، الواحد مهما اقول لك الواحد جسمه بيقشعر. نعم. الفخر الواحد حاسس بيه بانتمائه لمؤسسه عظيمه زي مؤسسه النادي الاهلي، يعني الحقيقه حاجه ان دلت على شيء تدل على توفيق ربنا وكرمه ومجهود الناس اللي شغاله من 1907 لغايه النهارده. نعم. الناس اللي تقلدت المناصب في النادي من اصغر لاكبر واحد، والحمد لله رب العالمين ان حاجه زي دي تحصل في عهد مجلسنا برئاسه حبيبنا ومحبوبنا كابتن محمود الخطيب. ولو تشوف الناس هنا بتتكلم عن النادي الاهلي عامل ازاي، سواء جاني انفانتين والناس كلها. وبعدين ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا بقول القرعه دي ربنا كرمنا بيها انك انت هتعمل تاريخ كبير، يعني الهيستوري. نعم. اول يعني نسخه من كاس العالم للانديه ب 32 من اعظم فرق العالم، اما انت تلعب المباراه الافتتاحيه. نعم. ضد انتر ميامي ده. نعم. مفيش شك ان ده برضو حاجه، يعني حاجه تشرفنا كلنا كمصريين وتشرفنا كاهلاويه وتشرفنا كافارقه. نعم. لدرجه ان النهارده دلوقتي يعني ماتيوس سكرتير عام الاتحاد الدولي فيفا جه قال لي خالد بص بقى ده ماتش هيبقى جامد قوي. نعم. وما ينفعش يتلعب الساعه 12، فاحنا عايزين نعمله يوم السبت بدل يوم الاحد، نعمله يوم السبت وهكلمك عليه. ده الكلام ده يعني دي حاجه ده سبق، يعني هيبقى لازم يتلعب الساعه 8 بالليل على اساس طبعا. لا، اذا عشان اخد خبر على لسانك، مباراه الاهلي وانتر ميامي هتبقى يوم السبت الساعه 8 مساء بدلا من يوم الاحد. يعني هتتلعب ان شاء الله بالليل يوم السبت بدل الاحد. وهو بس لسه هيتكلموا في هذا الموضوع، يعني هيبقى في تنسيق لسه في هذا الموضوع، لكن هو اول بعد القرعه على طول قال لي بص انا عايز اكلمك في موضوع مهم. نعم. هو الموضوع ده لان ده حدث تاريخي، فيعني ربنا يوفقنا. يعني الناس بتقول قرعه سهله، ما فيش حاجه اسمها قرعه سهله، احنا بنلعب يعني 32 نادي على مستوى. نعم. العالم كلهم وورلد كلاس تيم، استحقوا انهم يجوا هنا طبعا. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا، جمهورنا لازم يكون معانا باذن الله، لان ده هو ده الدافع وهو ده السند وهو ده الحصن وهو ده كل حاجه اللي بتخلينا كلنا وتخلي لاعبتنا الرجاله ان شاء الله اللي على ثقه يعني وعلى يقين انهم يعني متحفزين لهذه البطوله. وجهازنا الفني اللي هو على اعلى مستوى، جهازنا الاداري، مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، كل ده يعني الحقيقه كل الناس هتبتدي تشتغل بقى. خلاص البطوله بدات ولازم نفكر باذن الله تعالى ازاي نسعد جمهورنا، وان شاء الله تعالى يعني يبقى دايما النادي الاهلي يشرفنا، يشرف مصر، ودايما كده باذن الله تعالى يبقى النادي الاهلي نمره واحد. مهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.